السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. ديما نقول ونكرر كل مرة إن مشكلة المسلمين اللي يسميوا رواحهم مسلمين ما يعرفوش دين ربهم، ما يعرفوش الإسلام. لهذا أنا نحاول بكل جهدي كل مرة وكل ما نلقى فرصة نعرف المسلم بدين ربه. المشكلة في نقاشاتي مع المسلمين ديما نلقى صعوبة كبيرة بسبب الجهل الكبير اللي عندهم. هما ما يعرفوا من الإسلام إلا الاسم، ويدعون أنهم مسلمين ويدافعون على الإسلام دفاع أعمى بأساليب تعتبر نفسها حرام في الإسلام، مثل القذف والسب والتعرض للشرف وغيرها وغيرها وغيرها. وهذا مش مشكل ميهمنيش، لأن ما عنده حتى ثقافة وما عنده حتى فكر. كما قلت لكم هذا السب ميقلقنيش، أنا شخصيا ميقلقنيش، ولكن المشكل الكبير هو عندما تدخل وتناقش معاه تلقاه ما يعرف شيء عن المصادر الإسلامية، ووقت تقول له مصدر من المصادر يكذبك ويقول لك هذا ما هوش مصدر إسلامي، حتى أنه ما يعرفوش جملة واحدة، وما يعرفش شكون كتبه، وما يعرف حتى شخصية إسلامية غير محمد والله وأبو بكر وعمر. هذا كان طارت، ولهذا قررت نعمل هذه الفيديوهات القصيرة تعرف المسلم بالشخصيات الإسلامية اللي تعتبر مصدر ثقة وتمثل الفكر الإسلامي السني. لعلي وقت ندخل في حوار مرة جاي مع مسلمين على الأقل يكون عنده فكرة على شنو نتكلم. وتوا باش نبدأ بشخصية مهمة جدا عند المسلمين السنة، هو محمد ابن جرير الطبري، ونحاول باش نكون مختصر وبسيط لكي تصل المعلومة. شكون محمد ابن جرير الطبري؟ هو معروف في الأوساط الإسلامية ومعروف بتفسيره للقرآن، يعني تفسير الطبري، ومعروف بالتاريخ الإسلامي من التواريخ المعتمدة والمعروفة. وطبعا كتب في ياسر حاجات أخرى، وهو يتسمى مؤرخ وعالم دين وفقيه وغيرها، ولكن أكثر شيء هو يعتبر مفسر للقرآن ومؤرخ. محمد ابن جرير ابن يزيد ابن خالد الطبري، كنيته يعني الكنية متاعه اللي عيتلو بها أبو جعفر. تولد في مدينة آمل من منطقة طبرستان، هذه المدينة توا موجودة في إيران في شمال إيران، وهي تطل على الجانب الجنوبي من بحر قزوين. تولد هذا الوليد في عائلة غنية، بوه كان لبس علي. يقال على حسب المصادر الإسلامية إن بوه شاف في المنام حلمة، شاف في ولده واقف قدام محمد وفي يده سلة وفيها الحجر ويضرب الحجر. يا أخي مشى عند العلماء، يا أخي قالوا له راهو تفسير الحلمة متاعك، ولدك بش يطلع عالم كبير وبش يدافع على الإسلام. وهذا اللي دفع أبوه جرير إنه يوجه ولده لطلب العلم ويوفر له كل الظروف المناسبة لكي يدرس الإسلام، وبعثه الأكبر العلماء اللي موجودين في المدينة متاعه، حتى أنه كان يخصص مبلغ من المال لولده باش ميتلهاش بحاجة أخرى غير طلب العلم. حتى أنه يقال أنه بعد موت بوه خلاله أرض يسترزق منها. إذن محمد ابن جرير الطبري ما كانش عنده مشكلة مادية، الحاجة الوحيدة اللي كان يعملها هي طلب العلم، هي الحاجة بالنسبة لي المهمة، وهذا تعرفوه في بقية قصة حياته. المهم هذه الحلمة اللي آمن بها أبوه كان ديما يعاودها له، وكان الطبري مؤمن أن الحلمة متاع أبوه هو تنبؤ، وهذا خلاه يهتم ياسر بالدراسة ويبذل كل جهده باش يوصل المراتب العليا. وهو من الصغر متاعه كان معروف بالذكاء وبالجدية وبالالتزام، هذا على حسب التاريخ، أنا نحكي على حسب التاريخ الإسلامي. حتى أنه قال على روحه أنه حفظ القرآن وهو عمره 7 سنين، وصلى بالناس وهو عمره 8 سنين، وبدأ يكتب الحديث وهو عمره 9 سنين. طبعا صلى بالناس قبل ما يبلغ، وهذا ممكن رغم اللي فيه اختلاف هل يجوز صلاة الصبي قبل بلوغه، ونعرفه من بعد اللي محمد بن جرير الطبري كان على المذهب الشافعي، والشافعية يسمحون بذلك لو الطفل يكون عنده معرفة بالقرآن ويعرف يتكلم بالقداء العربية. إذن هذا معنى الصغر متاعه كان معروف بهذه المسألة، فهمت، بالاجتهاد
وبالجدية وبالعمل. خلينا توا نرجعوا معناتها على قصة حياته باش ناخذوا عليه فكرة، من بعد نتطرقوا للجوانب الأخيرة. المهم كما قلنا تولد الطبري هو الاسم المعروف به سنة 224 هجري، أي الموافق 839 ميلادي في إيران حاليا كما قلت، ومات في بغداد سنة 310 هجري أي الموافق 923 ميلادي، أي عاش قرابة 82 سنة. درس في الصغر متاعه في المدينة متاعه على يد كبار العلماء عصره، ووقت وصل عمره 16 سنة قرر باش يمشي لمنطقة الري اللي هي جاية جنوب طهران. ونلاحظوا المدينة اللي مشالها مش صدفة، لو نتبعوا تاريخ الطبري نلقاه يمشي كان المدن اللي فيها علماء كبار باش يتعلم من عندهم، ولكن وقت وصل للري مبقاش فترة طويلة ومشى قرر باش يمشي لبغداد. علاش؟ على خاطر حب يقابل أحمد بن حنبل، ولكن قبل ما يوصل لبغداد علم بموت أحمد بن حنبل، ولكن قرر المواصلة في الرحلة متاعه ومشى للبصرة والكوفة ثم وصل لبغداد، وبقى شوية في بغداد ثم تحول إلى الشام وبيروت، وكل بلاصة يمشي لها يتعلم عند العلماء متاعها ويمشي يقرأ عندهم ويمشي يسألهم باش يعرف الإسلام بالكده بالكده. هو الفترة هذيك تنحكيوا عليها من بعد في آخر الفيديو كانت يعني في آخر العهد العباسي، وكانت المادة الإسلامية موجودة، يعني المصادر والعلماء كانوا موجودين. إذن هو كان يغتنم هذه الرحلات متاعه باش يتعرف على العلماء الكبار وباش يدرس الدين الإسلامي ويتعرف على الإسلام. عام 253 هجري أي هو عمره 29 سنة قرر باش يمشي لمصر، مشى لمصر قعد فيها ثم عاد إلى الشام، فهمت؟ كل مرة يمشي لبلاصة باش يقرأ فيها وبعد يعود يرجع، ولكن عاود رجع للمصر ومشى للقاهرة عام 256 باش يدرس المذهب الشافعي ويتعرف عليه من قرب. ثم بعد لقعد في القاهرة فترة عاود رجع لبغداد، ومن بغداد رجع لمسقط رأسه آمل، قعد فترة ثم عاود رجع لبغداد مرة أخرى، من بعد عاود رجع لآمل، ولكن عام 290 هجري قرر الاستقرار في بغداد نهائيا، وكان عمره 66 سنة وقعد فيها حتى مات. لو نرجع لتاريخ محمد ابن جرير الطبري نلقاوه ما مشاش يدرس في الحجاز، بل مشى حج أكهو، ولكن الدراسة متاعه كانت من بين مصر والعراق والشام، يعني هذه المناطق اللي درس فيهم، خطر هذوك البلايس اللي كانوا فيهم العلماء الكبار. طبعا نحاولوا باش نعرفوا العقيدة متاعه. العقيدة متاعه هي على حسب أهل السنة والجماعة، وهو كان أشعري، فهمت؟ ما كانش معتزلي، وهذا لاحظوه في الكلام متاعه، وتنرجعوا للكتب متاعه يقولها بصريح العبارة، فما حاجات معناتها تبين العقيدة متاعه، عندما يتكلم ويقول إن القرآن غير مخلوق، وقت يقول إن القرآن غير مخلوق وإنه في اللوح محفوظ، هذا يدل على إنه من أهل السنة والجماعة وإنه أشعري. كما في الكتابات متاعه يقول إن المؤمن يرى الله يوم القيامة، وهذا يزاد على حسب مذهب أهل السنة والجماعة، كما يقول إن الخير والشر والأفعال مهما كانت هي مقدرة ومدبرة من عند الله، ولا يقع شيء إلا بإرادته، ويؤمن زاد إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذوما الأفكار الأساسية يدلوا على إن محمد ابن جرير الطبري كان سني لا نقاش فيها، رغم اللي تو نتكلموا في آخر الفيديو إنها اتهم بالتشيع. أما المذهب متاعه اللي معناته تنقراو على تاريخ محمد ابن جرير الطبري نلقاوه إنه في أول حياته كان شافعي، وهذا لاحظوا حتى عندما قال على روحه إنه صلى وهو معناته صلى بالناس وهو مازال مبلغش، والمذهب الشافعي يعني يسمح بصلاة الصبي إن كان مميز وإن كان يحفظ القرآن. ولكن وقت نجي ونتبع آخر حياته نلقاه اللي هو مشى درس المالكية والحنفية والظاهرية، وفي الأخير قرر أن يجتهد، وذاك علاش يعتبر محمد بن جرير الطبري يعني يقلد نفسه، يعني يعتبر مجتهد صحيح ما عندوش أتباع ولكن ياخذ بالرأي متاعه، هذا معناتها واضح. أما حول الصفات متاعه اللي كانوا يتكلموا عليها
أنا مانيش باش نذكر أسماء العلماء اللي قرا عندهم وهما ياسر وكبار جدا في العصر نتاعو وتنجموا أنتم تمشوا تطلعوا عليهم، ومانيش باش نقول التلاميذ اللي تخرجوا تحت يديه واللي هما ياسر زادة، ولكن نحب نتكلم على الشخصية نتاعو هو كشخص. كان معروف ياسر بالتدين والعبادة وطلب العلم، يعني كان مرسخ حياته كاملة للعلم، حتى السفرات نتاعو ما كانتش سفرات سياحة، حتى الحج مشى حج ورجع، أما المناطق اللي مشى لهم الكل هي مناطق فيها علماء كبار. والحاجة الأخرى اللي لاحظوها في حياته أنه لم يتزوج قط، يعني عمره ما عرس، حتى أنه في قولة من الأقوال متاعه يقول ما نحيتش سروالي لا في الحلال ولا في الحرام قط. عمره ما عرس وعمره ما جاب ولاد. كان معروف زاد أنه كان يقرأ القرآن وكان صوت متاعه ياسر باهي، حتى الناس معنتها كانت تصلي وراه في رمضان صلاة التراويح وكانوا يسمعوا الصوت متاعه، عنده صوت معناتها كيما نقول وإحنا باهي ياسر في قراءة القرآن. وكان زاد جدا جريء، كان وقتها يناقش الأفكار متاعه يناقش بكل شجاعة وما يخافش ويقول الكلمة متاعه. هذا باش معروف محمد ابن جرير الطبري، وزاد كان معروف إنه كان زاهد في الدنيا وما يهتمش بالفلوس وما يهتمش بأي حاجة أخرى، حتى إنه ما يهتمش بالسياسة أصلا، حتى وقت يجوا يعطيوه مثلا الملوك ولا حاجة ولا يعيطولو باش يعطيوه هدية ما يقبلهاش. كان إنسان حد وحد روحه، وكان إنسان متواضع حتى مع التلامذة متاعو وما كانش متكبر، وهذه صفات نلقاوها معناتها عليه في الكتب اللي تكتبت عليه والأشخاص اللي تكلموا عليه، إنه كان إنسان معناتها مكرس كل حياته لمعرفة الإسلام بحذافيره. يعني ما نجموش نقولوا اللي محمد ابن جرير الطبري ماهوش مصدر مهم وعرصة من العرصات متاع الإسلام، هذا لا يمكن أن نشك فيه، رغم اللي في آخر حياته حوصر في بيته إلى موته، وقد تم اتهامه من طرف الحنابلة بالتشيع. ولكن باش نفهم الأسباب هذه التهمة وعلاش، لازمنا ناخذ فكرة على العصر اللي ظهر فيه محمد ابن جرير الطبري. الفترة اللي عاش فيها محمد ابن جرير الطبري هي فترة جدا حساسة في أواخر الدولة العباسية، نجم نقوله في آخر العصر العباسي الأول الذي هو يطلق عليه العصر الذهبي، واللي كانت المعتزلة مسيطرة على الخلفاء العباسيين، وبداية العصر العباسي الثاني اللي هو بدأت تسيطر ما يسمى بالأشاعرة أو السنة وأهل السنة والجماعة. هذه حاجة من الحاجات، يعني هنا نعرفوا اتجاهين يعني في الفترة هذيك كانوا موجودين. كان في أول العصر العباسي كانوا المعتزلة ونجم نقولوا الشيعة مسيطرين، من بعد تقلبت الأمور ولاو السنة هما اللي مسيطرين. هذه حاجة. حاجة أولى، العصر العباسي الأول كان معناتها نجم نقولوا فما نوع من الحرية، بينما العصر العباسي الثاني العباسيين ما عادش يثقوا بالعرب وبداوا يقربوا في الأتراك، وكثرت ما يسمى بالشعوبية والجهوية، و وقع ما يسمى الإنسان ما عادش ينتسب إلى أبوه كما قبل عند العرب ينتسبوا إلى قبيلته وإلى أبوه، ولاو ينتسبوا للمنطقة متاحهم. هذاك علاش هو عرف بالطبري وغيره عرف بالبخاري وغيرها وغيرها. هذه ما يتسمى بالشعوبية أو الجهوية، يعني المنطقة هي المهمة، ما عادش بوك شكون ولا من أي قبيلة. هنا تحول وقع في العالم الإسلامي. فمحمد بن جرير الطبري اللي عاش 82 سنة عاصر 11 خليفة عباسي. نبدأ بالمعتصم، فهمت؟ ثم الواثق بالله والمتوكل على الله والمنتصر بالله والمستعين بالله والمعتز بالله والمهتدي بالله والمعتمد على الله والمعتضد بالله والسفاح الثاني اللي معروف والمكتفي بالله والمقتدر بالله. هذوما ال11 خليفة عباسي اللي عاشرهم محمد ابن جرير الطبري، حيث في أول حياته في عهد المعتصم والواثق بالله من 218 إلى 332 كانت العباسيين مسيطرة عليهم المعتزلة وما يسمى بنهاية العصر الذهبي، وبداية تسلط الأشاعرة وأهل السنة والجماعة مع معنتها أصول للخلافة المتوكل على الله
اللي هو معناتها معروف معناتها ارجع احمد بن حنبل معناتها اطلق سراحه واعطاه وتم تكريمه واعطاه القوه، وبدات تقوى ما يسمى شوكه الاشاعره واهل السنه والجماعه، وبدا اتهام اي انسان معناتها بالتشيع او انه معتزلي او انه زنديق. نجم نقولوا الفتره هذه كانت فتره فتن، يمكن ان يقتل الانسان بمجرد الشبهه كما توا نشاهدوا في عند داعش، والتهمة تطلق لمجرد الخلاف البسيط. ونعرف أن محمد ابن جرير الطبري إنسان محايد وله رأيه الخاص في عدة أمور، وبعضها قد تخالف فكر الحنابلة الذي هو فكر جدا متعصب ولا يقبل الخلاف، وهو معناته جدا عدو لدود لما يسمى التشيع. إذا قال فيه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. والتهمة بالتشيع أو بالزندقة في ذلك الفترة يعني تهمة تعتبر خطيرة جدا جدا خطيرة، ورغم ذلك لم يتم قتله وإنما تم اعتزاله أو حصاره في بيته إلى موته، وهذا يدل أن التهمة لم تثبت عليه 100%. نشوفوا توا شنية هي التهم، معناتها علاش اتهموه بالتشيع. في الحقيقة اتهموه بالتشيع لثلاثة حاجات. أول حاجة أن محمد بن جرير الطبري صنف كتاب في غدير خم، كثير خاصة الحنابلة ينكرون هذا الحديث، بل يقولون أن علي لم يكن مع محمد بل كان في اليمن. محمد بن جرير الطبري صنف كتابين وجمع فيه الآثار والأوراد الذي تثبت هذه الحادثة وكتب عن فضل علي، ولكن الكتاب هذا من الكتابين اللي كتبهم ما كملهمش ومات قبل ما يكملهم، رغم اللي هو زاد كتب على أبو بكر وعمر وفضلهم، لكن هذا الكتاب اللي كتبه من الأسباب اللي خلاو ياسر يتهموه بالتشيع. ولكن هذا مش مهم، على خاطر علي عند أهل السنة ماهوش معناتها إنسان خايب، وإنما هما ميحبوش الغلو زعمة في علي أو القول أنه إمام وخليفة محمد. كما الحاجة الثانية اللي تم اتهام محمد بن جرير الطبري على أنه شيعي، أنه قال يجوز المسح على القدمين بدل غسلهم، وهذه عادة عند الشيعة، فهمت؟ رغم اللي بعض العلماء الآخرين قالوا راهو هذه معناتها اجتهاد وجهة نظر، فهمت؟ أما المسألة الثالثة اللي خلاهم يتهموه بالتشيع هو أنهم نسبوا له كتاب اسمه بشارة المصطفى، وهو يتكلم على منازل الشيعة ودرجاتهم. أما التهمة الثالثة ونسبوا له الكتاب فهذا فهمت غلط، لأن هناك شخص شيعي إمامي معروف اسمه محمد ابن جرير الطبري. كيف اسمه؟ هذا الشيخ أو هذا الإمام اسمه أبو جعفر محمد ابن جرير ابن رستم الطبري الآمني، وهو من رجال الدين فهمت الشيعة، وفقيه ومحدث ومن مشاهير العلماء عند الشيعة الإمامية. هذاك علاش ديما وقتها يذكروه يكتب محمد بن جرير الطبري بين قوسين الإمامي باش نميزوا بيناتهم، على خاطر فما يجيب لك مثلا يقول لك هاو قال محمد بن جرير الطبري وهو يطلع هذا مش لاخر، عندهم الأسماء متشابهة. المهم ان كل علماء السنة بصفة عامة حتى اللي تهموه معناتها بشوية من التشيع وغيرها يعتبروا ان محمد بن جرير الطبري هو معناتها بعيد كل البعد عن هذه التهمة. هذا معناتها لا نقاش فيها. وما ننساوش اللي العصر يظهر فيه من ناحية التدوين، يعني نجم نقوله هو آخر فترة التدوين، يعني كل شيء كمل، فهمت؟ ونجم نقوله التدوين والعلماء وكل شيء يعني كانوا بانتشار كبير جدا في هذاك العصر، وصلنا ما يسمى الفترة ثبوت الإسلام وما يسمى غلق باب الاجتهاد وثبوت الشريعة. هذا القرن الثالث الهجري فهمت هو جدا مهم، يعني نجم نقول الإسلام اللي عندنا توا جاي من القرن الثالث الهجري والرابع الهجري، حيث كل المواد موجودة وتم تصنيفها، وهذا الإسلام الشيعي هذا الإسلام السني، وتم القضاء على كل المذاهب الأخرى وإنهائها كليا. وهو بيدو كان يقول في الكتب متاعه وتقرأه الطبري ولا غيرها، يقول لك أنا نحقق في اللي عندي موجود، المادة موجودة، ونحاول بأقصى جهد أني نثبت اللي متأكد اللي هو صحيح واللي هو متداول،
سواء اللي عنده سند وثابت سواء المتعارف عليه عند الناس. إذن محمد بن جرير الطبري كان بعيد على الصراعات بين المذاهب، كان معتدل فهمت في التفكير متاعه، وكان علمي، فهو ينقل نجمة النقراو الكتاب متاع تاريخ الطبري أو تفسير القرآن، هو انقل الواقع اللي موجود غاديك، قال كما هو وحقق فيه واعطاه وجهة نظر، والكتب متاعه يعني معناتها وصلتنا هي ياسر ياسر ياسر، لكن أكثر كتب معروفة هي التاريخ والقرآن. وهكذا نجم نقول انتهت حياة محمد ابن جرير الطبري معزول في بيته إلى موته. فما اللي يقول لك حضروا في جنازته ناس كثير وقاع معناتها كيما نقولوا التأسف على موته والحزن على موته، باهي فما بعض الأشعار الذي قيلت على موته، ولكن هناك رواية أخرى تقول إنه دفن سرا فهمت خوفا أن ينبش قبره من عامة متاع الحنبليين اللي كانوا في ذلك الوقت هما كما نقولوا مسيطرين على بغداد. أرجو أن نكون قدمت ملخص تعرفوا شكون هو محمد بن جرير الطبري، راهو مصدر من المصادر الأساسية عند السنة لا نقاش فيه، وإنه معناتها حقق وكتب وعمله عد حياته كاملة وهو يقرأ ويبحث من الزخم الكبير اللي موجود في ذلك الوقت. أرجو عندما المرة الجاي نقول لكم هذا الخبر موجود عند الطبري سواء في تفسير القرآن سواء في التاريخ ما تقولوا ليش هذا لا يمثل الإسلام. وشكرا، ومعاه شخصية إسلامية أخرى في فيديو قادم، وبسلامة.